السلام عليكم غزالة ديالي، وصباح الخير. كي دايرين؟ شخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال وبخير وعلى خير، مع فيديو جديد ومع روتين جديد. واكيد ما تنساونيش من لايكاتكم، عافاكم، لايكيو الفيديو دابا قبل ما تنساو. ها انا قزالكم، شكرا. لا اختكم البنات، لايكاتكم وتعليقاتكم قسما بالله الا كتحفزني، وشكرا بزاف 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 تعليقاتكم في الفيديو اللي قبل من هذا. ولا خطيكم عليا، وانا بلا بيكم ما كنسوى والو. بغيت غير نقول لكم البنات، جاو عائلتكم من الخارج ولا مازال، ولا حتى الا كانوا معكم في البلاد ولكن بعادين عليكم، يعني كل واحد في مدينه شفتوهم ولا مازال، المهم ان شاء الله تشوفوهم بالصحه والهنا وبحب وبتفاؤل ان شاء الله، وتجلسوا معاهم. المهم اهم حاجه هما انكم تعيشوا اللحظه، لان فريمون الوقت اللي كيدوز ما كيرجعش، والواحد زعما يحاول انه يبروفيتي ما امكن، يعني بداك اللمه وبداك الجماعه والضحك وهذا وبسلام. يعني الواحد دائما يكون مصفي الخاطر ديالو وضاحك وبنيته ولان فريمون كي قلت لكم ملي كتفوت اللحظه راها ما كتعاودش، اي لحظه كتفوت راها ما سبحان الله كتبقى مترخه ذكرى. ايوا شنقول لكم، انا ما كذبش عليكم، انا اختيراني هنايا في الناظور ما شفت حد، ولكن هما راهم كي قلت لكم في الفيديو اللي قبل هما اختيراهم مجموعين فاس كيتيانا. كنت باغا الصراحه نمشي، ولكن راكم عارفين الوقيته ديال الامتحانات وهذا، فاكيد ما يمكنش جات مع الوقيته ديال الامتحانات، ما يمكنليش كاع بصفه نهائيه زيكزاكي من بلاصتي. اما ان شاء الله باذن الله اكيد غادي نجمعوا مع بعضياتنا ونهضروا ونجمعوا ونضحكوا ونبروفيتيو كي قلت لكم، ولان سبحان الله العظيم كل واحد ربي فين كتب له طريف الخبز، وكل ربي فين كتب له انه يعيش، والدنيا كتفرق، والواحد ينفوها كاملين يتجمع ولا يحاول انه دائما كي قلت لكم يبروفيتي ما امكن ويضحك وينشط، لان سبحان الله العظيم ملي كنوليو نجمعو كنبقاو كنقولو واش عقلتي على النهار الفلان فلاني، واش عقلتي على هادي، يعني كيبقاو دي سوفونيغ اللي زوينين الصراحه. واصلا راكم عارفين صله الرحم شي حاجه اللي هي زوينه بزاف، ونتمنوا ان يبقاو شادين فيها حتى وليداتنا، لان شي حاجه اللي هي زوينه راه في الدين ديالنا، وهذا شي حاجه اللي هي زوينه ان الواحد يبقى هكا على تواصل. عطاك 10 دراهم ونزولها لك. واخا مروه تتبكي، عندها السنه، عندها السنه. مروه قالت لي عندها السنه كتزعزع. شحال قلتي لي نعطيك؟ 20 درهم. نزوقك السنه ديال العاج. 20 10 دراهم، الله يجعل البركه. يلا حلف ميه محل نشوف. اوه شتي كي كتزعزع. يلا صافي نعطيك. ما سخطش بها، خدامه كدمع عليك. في خباركم عمرو ما زول لها شي سنه؟ أول مرة غادي يزول لها السنه بكا. أنا عرفتي أنا عرفتي شنو كندير لها. انا كنقول لها اجي نشوف لك السنه، كنلقاها طيبه كنقول لها لا لا ما نقيسهاش هكا، ويدي في قلب فمك جيبي لي السوبالا، كتجيب لي السوبالا كنقول لها صبري نشوفها، كنعرفتي كنقبط صبعي من هنا ومن هنا، كنقول لها دابا عاد نشوف لك واش كت طايبه، حتى كنجبد كنقول لها هاك هي السنه ديالك ياك مروه. دابا زعما نسينا والله العظيم الا سنانها كلهم وسنان اختها كاملين زين. انا صرا مع عمرو زول البنات وشي سنه. حيد دابا نحيد السنه، دابا نحيد لها السنه، نخلي هذيك اللي كطيش ونحيد لها. زينب عمر باباك زول لك شي سنه؟ انا اللي زولت لك سنه كاملين. وانتينا وزينب ياك الفار كيجيب لك الفلوس؟ ما كانش فاش كبرت دابا ما بغاش كيجيبوا لي. عرفتي علاش؟ حيت فرشتي، حيت واحد النهار فرشتي قلتي مروه، قلتي لمروه عرفتي شنو راه ماشي الفار اللي تيجيب الفلاس، راه بابا وماما اللي تيحطوا داك الشيء، وانت هنا كنتي زولتي الناب، وقلنا لك مادام انك عارفه ما غنحطولكش. حيد بابا باش نحيد لك، باش نتسمى راه حيد لك شي سنه في حياتك. انا صار بعد هاد السوبالا ندير لها هكاك مكوره. مربات ما طلق طلق منها طلق. خليني نحيد البنت، واش غنعطيها انا 10 دراهم ونحيد لها السنه؟ هو اصلا السوبر شو كيداير؟ واش هكا مكوره؟ خليني نوريك كيفاش. ما كتحيد باليد، كتحيد بالصف. صافي 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 عرفتي الموت ديال الضحك. ودابا انا دازت هاد اللقطه عشتها، ولكن دابا كنسى كندير المونتاج.
ربي ربي السلام، لا اله الا على انس. ناري ويلي لا ضحك. رديتش ندير الكومونتاج لان من بعد قلت له صافي صافي الله يعاون الله يعاون نمشي بعلاتي. ربي قال لي خليني، علاش كديري لي علاش تعطبيني؟ قلت له واش يا ربي، قلت له واش حتى التزوال ديال السنة فيهم نحطمك. لا اله الا الله. المهم مزول علاش. ربي السلامة، والله مزول على، قلت له والله ما تزوليش ولا تزوليش السنة، خليك في خدمتك بركة عليك خدمتك انت ماشي دونتيست. المهم راه بقات هكاك ديجا، مشيت شفتها لا لقيتها مازال مازال هي طيبه من واحد البلاصه، وكاين بلاصه واحده اخرى ما طيباش منها. قلت له لا لا غير خليها تزيد لها واحد اليومين عندك ساعات نزولوها لها. ناري عرفتي والله العظيم الا موت ديال الضحك، اول مره شدها باش يزول لها ولا يزول في حياته شي سنه لبناته. شوف القافله. ربي السلامة، ورغم ذلك ما زولها علاش. ولكن انا صراحه البنات والله الا داكشي اللي قلته راه هو اللي كاين، كناخذ كنقول لها كنشوفها لها بعدا واش راه طايبه، كنلقاها طايبه كنقول لها لا راه ما نقدرش نزولها لك، راه خصني باش نحكمها جيبي لي سوبانا ولا شي حاجه كتجيبها لي وكنقبطها، كنقول لها دابا عاد غادي نشوف لك واش راه كتزعزع مزيان اولا لا. حتى كنجبدها لها كنقول لها ها هي كيسحب لها هي اصلا مازال مازالتش، حيت مي كنقول كنجي نجبدها كنقول لها لا لا راها باقه، وعندك ساعات راني طيرتها والله ما كتحس. ومن بعد كندير لها هي في كليناكس، عرفتي كيف فرحوا ملي كنزولهم بلا حريق بلا والو. اصلا هما راه كيزولوا، انا فاش كنت صغيره صراحه كنت كنزولهم من راسي، ما عمرنا عقل على شي حد زول لي شي سنه. قولي لي انتي جريئة مغامرة ما تسخافيش، سبحان الله انا هادشي ما كنخافش فيه، ولكن كي قال لي انا تسخافي غير مبودارة غير سراق الزيت ما تنحملوش يا اختي ما تنحملوش. لا اله الا كيدير لي هي كتخافي من سراق الزيت وما تسخافيش مني انا. المهم الغزالات ديالي الله يصوب شي تصويبه ديال الخير، ضحكت في هاد التالي ديالي وانا كندير لكم المونتاج، ولكن عرفتي داك اللقطه راه قتلتني بالضحك مع من بعد مور ما قطعت الكاميرا بقات شي هضره وبقات دابا عندي في دماغي وبغيت نضحك داكشي علاش. المهم كيف ما شفتوا لا روتين ديال هاد النهار، كان عندي شويه ديال الشقه في الدار، مشيت جمعت الحوايج معاك، ما كاين غير صبن ولوح صبن ولوح في داك البيت ديال الضياف مع ما كيدخل له حد. دابا عاد مشيت طويت داكشي كامل ورجعته لبلاصتو. صافي هبطت باش ندير شي حاجه لتحت، لقيتو كيزول لها السنه هي هذيك، وعاود طلعت هنايا باش نكمل. صافي هنا فاش طلعت باش نكمل البنات ساعات جمعت هكا البيت ديال بنيتاتي وقديتو كيف ما كتشوفوا، جمعت الصالون حتى هو رصيتو لان الاساتذه ديال زينب تما كيديروا لها لي كور ديالها، لا ديال المات ولا ديال الفرونسي، ودائما كنقادو كنرجع له كنلقاه مرون لان راكم عارفين كدير تما الفرونسي زينب ومروه والمات غير زينب. ومن بعد ما كيساليو لي كور ديالهم كيجلسوا تما يلعبوا، كنجي كنلقاه الخدادي مليوحين وهذا. المهم عاد قديتو تا دوزت فيها هكذا واحد التجفيفه وعاود دزت لهنايا البيت ديال البنات حتى هو غادي نقادو ونرصيه لهم. وراكم عارفين لا روتين ديال كل نهار كل نهار، المهم كنحاول نزول عليا حاجه باش ما كيكسرش عليا الشقه وتماره. البنات اللي قالوا لي في لا فيديو اللي قبل زعما وكنصبتي شي وحده اللي تعاونك وهذا وهذا زعما من الاحسن. المهم البنات ما نكذبش عليكم، ما لقيتش وسورتو ما لقيتش اللي غادي نامن عليها وليداتي ونامن عليها داري، هادشي اللي كاين مع انا كنخرج بزاف شي لو كاكو صغير ما تنخرجش ولا شي حاجه نقدر نحضي وليداتي، اما حتى الشقه وهذا ماشي مشكل ديرو كيف ما عجبها، ولكن من ناحيه ديال هكا نخرج وسورتو مثلا تكون كاينه غير اريج البنات مازالين تيقراو داكشي، اريج مسكينه ما تعرف ما توصل لي، وكنعرفوا الافات كاينه في الدنيا وماشي كلشي فيه الثقه وبزاف ديال الحاجات راكم عارفين. لو كان كنصب نلقى شي وحده بحال خاطري انا غير اللي تهلا لي في بنياتي راه هذيك هي الدنيا وما كاين، ولكن ما مازال ما لقيتش شي وحده اللي نامن عليها كي قلت لكم داري وبنيتاتي
سورتو راه دايزه يعني دايزه من التجربه انا اللي هي خايبه سورتو مع هكا المساعدات وداك الشيء. وان شاء الله يكون خير، كنتمنى من الله ان تكون زعما طيح فيا شي وحده اللي تكون بنت الناس وتهلا لي في بنيتي، اهم حاجه كي قلت لكم. اما راه الشقا والله ما تيغلبني، غير من الواحد دابا ملي كيخرج للزنقه والخدمه في الدار وفي الزنقه شي شويه كتكون عنده تماره. اما الشقا كامي كاكو في الدار، الا ما درتوش بالنهار كنديرو بالليل، الا ما درتوش بالليل راه بالسيف عليا كنديرو بالنهار، ما عندي ما ندير. ودابا مع بنيتاتي ما شاء الله راه مره مره كيعاونوني الصراحه، مره مره بداو كيعاونوني كيشوفوني مع تماره وداك الشيء راه كيعاونوني كيهديهم الله وكينوضوا انا ما كنبغيش نبزز عليهم، كنخليهم يديروا داك الشيء يعني هما لراسهم. وفي هذه الوقيته هذه ما نكذبش عليكم مازال ما كان يعني ما كنغوتش عليهم على الروينه وداك الشيء، كنخليهم يحبوا هما داك الشيء يعني يعرفوا راسهم بانهم خاصهم يعاونوا ماماهم، خاصهم البلاصه اللي يكونوا جالسين فيها يكون تكون نقيه يعني هما راسهم. المهم مازال كنغرس فيهم هاد القضيه هادي. ايوا صافي هادشي اللي كاين هنا كيف ما كتشوفوا، مادام انني قديت الفوقي راسو بتاع ثاني تبيت النعاس ما تشاركتوش معكم. المهم الفوقي حاولت انني نقادو كامل، لا فيديو اللي قبل راكم شفتو قديت السفلي كامل، وهكا باش ما يكثرش عليا كي قلت لكم غير الشقه. وانا كنكون صراحه مرتاحه نفسيا، مرتاحه مي كتكون عند اما شتي انا راجلي صراحه ما تيهضرش معايا على الشقه والله، ما تيقول الا كانت الدنيا مرونه كيشوفني خدامه ولا هذا ما تيهضرش معايا الصراحه. ولكن انا ما كنكونش عاوتاني مرتاحه على راسي، انا كنكون ديموغاليزيا كنشوف الدار بان حالتها خاصها تجفف هادي هادي خاصها هذا، يعني كنبقى ديموغاليزيا في راسي. اون فوا ملي كنقدد شغالاتي وداك الشيء واخا غايب شويه شويه، المهم كتحسي بالنظافه كاينه الغبره ما كايناش وهادي وهادي، كتكوني هكذا مرتاحه يعني واخا كضربي داك التماره من بعد كترتاحي نفسيتك تترتاح. اما الشقا داكشي يعني اللي ديال الصحه وهذا ما عندنا ما نديرو، الحياه كلها هي هادي ضروري ما الا ما ضربتيش التماره ما غتوصليش لداكشي اللي نتينا باغاه، سواء كان في شقا ولا خدمه ولا ماكله ولا اي حاجه ضروري ما خصك تشقاي. المهم صافي قديت الحاله صوبتها كامله، دابا الله الريحه ديال النقاوه وريحه جافيل ولي برودوي، المهم كلشي كتحسي بيه بانه نقيقي ومقادد. واصلا انا كنحاول ان الحمامات بعدا دائما يكونوا نقيين وداكشي، لان لافابو راكم عارفين الحكان ديال السنان فيه، غسيل ديال اليدين، الطواليط حاشاكم حتى هي خاصها دائما تكون نقيقيه على حساب الله يستر شي شامبينيون ولا شي حاجه. المهم هنا البنات هذا دائما كنشاركوا معاكم في ريحه زوينه ديال الخزامه، هاد الخزامه خليته فقط غير للحمام وصافي. ايوا راكم عارفين الشقه ديال كل نهار هو هذا، ما عندنا ما ندير، الله يعاوننا عليه ويعاوننا على خدمتنا وعلى وليداتنا والله يسهل على الجميع هادشي اللي كاين الغزالات. دابا البنات غادي ندوز باش نوجد معاكم عاوتاني، اكيد اكيد بما ان كاين لا روتين فضروري خص تكون شي حاجه شي استفاده ولو بسيطه. المهم غادي ندير شي حاجه وغادي نشاركها معكم. الغزالات ديالي غادي نوجد معاكم الغديوه ديالي، وبالنسبه للغديوه ديالي هذا النهار دايره البنات قطعات ديال الدجاج كيف ما كتشوفوا، اللي غادي نشويهم ان شاء الله باذن الله بما ان كاين الصيف والجو راكم عارفين لا يحتمل اننا ناكلو المرقه، وخا الصراحه ماشي انا كيعجبني داكشي القديم والمرقه وداكشي صراحه عزيز عليا، ولكن انا راجلي شنقول لكم ولا كياكل حاجه غير ناشفه ولكن كيتفشش غير عليا انا وصافي غير انا. ملي يكون معنا شي حد في الدار ما يهضرش، حنا ملي يكونوا عند ماما ما يهضرش، ملي يكونوا عند خاتي ما يهضرش، ولكن عليا انا لا كيقول لك بغيت شي حاجه تكون ناشفه. ايوا المهم ماشي مشكل نديرو له خاطرو، اصلا هو راه ماشي دائما يعني كيتغدى معانا وداكشي، النهار اللي كيكون خدام وداكشي راه انا كنطيب المريقه لبنيتاتي. المهم الغزالات ديالي كنهج حيت طلعت الفوق وعاد هبطت باش بديت لكم توجد. المهم عندي هنايا البنات كيف ما كتشوفوا تقطعات ديال الدجاج كيف ما كيبان لكم، ودابا غادي ندوزو باش نصوبوا شرموله. دونك شرموله عندي لاله انا غادي، المهم نقول لكم عاد نخدم، عندي جوج معالق ديال ياغورت اللي كيكون طبيعي، عندي شويه ديال العصير ديال الحامض، عندي شويه ديال الابزار، شويه ديال الفلفله حمراء، شويه ديال الملحه، شويه ديال الثوم بودر الا ما كانش ديروا الثومه عاديه، شي جوج دريسات كبارين ديال الثومه، عندي الزعتر اولا زعتر اللي كان كيتواجد، وعندي كذلك هذا ازير. دابا على بركه الله غادي ناخذو
جوج معلقة كبارين ديال دانون مسوس، غادي نديرو شوية ديال الفلفلة حمرا، تقريبا واحد المعلقة صغيرة ما عامراش، شوية ديال الإبزار، أنا عندي هاد الإبزار حار دونك غادي ندير غير واحد شوية راس معلقة، عندي مليحة اللي كتبقى على حسب الذوق، ثوم بودغ نص معلقة تقريبا، شوية ديال ديال زعترة أولا الزعتر اللي كان، وشوية ديال الأزير تقريبا شي نص معلقة اللي حتى هي نديرلها بحال هكا، وعاد داك الساعات ندير واحد شوية ديال الحامض، شي ضروري البنات هذا، ممكن ديرو الحامض العادي، غير انا علاش كناخد دائما هذا حيت هذا صراحه كنحتاجو كنلقاه، ملي كنحتاجو كنلقاه عكس الاخر هذاك الحامض عادي كيتسالى لي صافي ما كنوليش كنشريه وكنحتاجو ما كنلقاش عندي في الثلاجه، صافي دابا غادي نحط كلشي البنات، هادي هي الشريمله، دابا غادي ناخدو هاد الدجاج ونديروه هنايا ونخليوه يتشرمل تقريبا واحد، انا غندير له غير نص ساعه د المكانه بارك، واحد المعلقه ديال زيت البلديه حتى هي غنديروها ولكن ما غنديروهاش دابا حتى تدخلنا بعدا الشرموله، لان كنعرفو حنايا دائما الزيت في الطياب ولا اي حاجه ملي كنديروها هي الاولى ما كتخليش العطريه تشد في الدجاج ولا في اللحم، اولا ما كتخليهاش ما كتخليش داك اللحم اولا الدجاج تجر داك الشرموله وتدخل لداخل، اولا العطريه وتدخل لداخل، يعني دابا غنخليه في هاد الشرموله واحد نص ساعه، وداك الساعات ملي غادي نجي نقادو في القطيبات حيت غندير قلت لكم قطيبات، داك الساعات عاد ندير معلقه ديال الزويته وعاد نقادهم، صافي ها هو على جانا، دابا غادي ندوزو باش نوجدو اللي غنرافقوه معاه، دابا حنا البنات كيف ما كتشوفوا ناخذ واحد الطنجره نديرو فيها واحد المرصو ديال الزبيده ونزيدو تقريبا هكذا واحد المعلقه كبيره ديال الزيت بلديه، وغادي نديرو بصيله باش تشحر، على عافية مهيلة، أنا البنات عندي ديجا الفلفلة ها هي مقطعة في الكونجيلاتور، دونك إلا عندكم الفلفلة حيت أنا كنخاف صراحة تمشي تضيع لي ولا شي حاجة وكتكون عندي كونتيتي كنقطعها ونديرها في الكونجيلاتور، المهم أنا عندي هنايا فليفلة كيف ما كتشوفوا خضرا وحمرا، قطت هكا واحد شوية وغادي ندير كذلك واحد خيزوية حتى هي، واحد شوية ديال الجلبانة، معلقة كبيرة ديال مطيشة ديال الحك، صافي هادشي البنات اللي غادي ندير، غادي نخلط كلشي مع بعضياته، دابا غادي نديرو شوية ديال العطرية، نديرو شوية ديال الفلفلة حمرا، شوية ديال الإبزار، شوية ديال الملحة، شوية ديال سكينجبير، نخليهم غير يتقلى واحد شوية
وندير لهم شويه ديال الماء. هذا البنات غادي ندير معاه ندير الرز فيه باش تجي واحد السلطه ديال الرز واللي تكون هكذا غنيه بالفيتامين وبالالياف اللي كاين في الخضار باش ياكلوا هذا الشيء ياكلوا حتى وليداتنا. غادي ندير له البنات الماء كيف ما كتشوفوا، غادي نخلي هذا الشيء طيب مزيان مع بعضياته واحد شويه تقريبا هكذا واحد 10 ديال الدقائق، وداك الساعات غادي نضيف هنا كيف ما كتشوفوا عندي الرز اللي سلقاه فقط نص سلقه يعني راه باقي قاصح، غادي نضيفه حتى هو لهنايا. كيف ما شفتوا البنات انا خديت القطيبات ديالي ودرتهم هكا في البانيني باش يتشواو، وصراحه ما فيها اللي جبت الشوايه دونك درت غير البانيني وصافي. سخنتها مزيان وعمرت القطيبات ديالي، درت وسطهم هكا طريفات ديال الفلفله حمراء واورانج وصفراء ما عنديش خضره. صافي درتهم هكا يطيبوا، ودابا عندي هنايا لاصوص صوجا البنات، هذه عندي مخففه ماشي هذيك اللي كتكون هكذا قاصحه ومذاق ديالها مجهد بزاف. صافي حليت عليها درت لها هكا واحد شويش ديال غير شيشه ديال لاصوص، ودابا عاود غنشد عليها ونخليها طيب على خاطر خاطرها مره غادي نقلب حتى يوجدوا لي وصافي نقدمهم معكم ان شاء الله باذن الله. وهذا هو البلا ديالنا البنات، شي حاجه اللي هي صيفيه وخفيفه ظريفه وكتوجد صراحه دغيا دغيا ما كتعطلش. كيف ما كتشوفوا هنايا درت غير سلاده دايره فيها الخس وبصله وطوماط سوغيز ومطيشه عاديه، لان طوماط سوغيز لقيت زينب واكلها لي كامله خلات لي غير شي 6 الحبات ولا الله اعلم. زدت مطيشه عاديه والخيار والمايس. صافي دابا غادي ناكلو غير انا وانس حتى يجيو البنات، وداك الساعات عاد غادي نحط لهم. زعما الصراحه الله مدام يوم على يوم كتفاجئين. شتي والله العظيم. اوه يا سلام يا اختي كمال، قال لك الطريق القريبه للقلب ديال الراجل هي المعده ديالو، وانا راجي بعدا من هذاك النوع ديال الرجال اللي كيموتوا على معدتهم. المراه هو الدهب يلاه. المهم الا بغيتي تزيد زيد، انا دابا غير قدمت لهم هكا وصافي، راه ماشي غير هادشي اللي غادي اللي غادي نعطيك. جيب كاع الطاوه هنايا وجيب داكشي هنا. مرحبا يلا غزالات ديالي، شكرا بزاف للدعم ديالكم ولا خطيكم. هنا وصلت للتالي ديال لا فيديو، كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف 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 وعلى المشاهده، على كل وقت على كل دقيقه كتعطيوها لي من وقتكم.
واريشات بكي خصني نمشي نشوف مالها. يلا غزاله تهلاو عاد وقت من الناس. يلا باي باي.